الأحمر لون يبحث عن حتفه أو عن نهايته، أو هو الهاوية التي تذهب إلى القعر. إلى أكثر الحالات تهورا أو كوارثية. وبتجربة أعمالي اشتغلت على خلفيات حمراء كثيرة وكثيفة، يعني بين الأحمر الناصع أو الأحمر المخلط الخمري، وهي تضغط على شخوصي وتضعها في حالات يعني من النشاط والحيوية، أشبه لمن تعطي للعظام لحما جديدا، أو أن تأتي بجثث لتضع بها روحا جديدة.